كشفت قيادة العمليات المشتركة عن خطة أمنية لتأمين الانتخابات لمجالس المحافظات. اللواء يحيى رسول قال في مؤتمر صحفي عقد بمقر العمليات إن الخطة الأمنية شملت يومي التصويت الخاص منه والعام، مع عدم وجود قطوعات أو منع للتجوال خلال التصويت. طبعا أدنى احنا انتخابات الانتخاب الاقتراع الخاص والاقتراع العام. الاقتراع الخاص هو خاص بالقوات الأمنية، يكون اقتراعهم قبل الاقتراع العام، واعتقد يوم 16 راح يكون الاقتراع بالنسبة للقوات الأمنية، ووصلت كل القوائم والكل الآن جاهز إن شاء الله ليدي بصوته. النقطة المهمة أنه توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد الشاع السوداني واضح بضرورة توفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات، وهذا ما دأبت عليه قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأخرى. الخطط مثل ما أشار إليها السيد رئيس خلية الإعلام اللواء تحسين الخفاجي كاملة وجاهزة، وحقيقة أيضا جهد كبير من قبل السيد نائب قائد عمليات مشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بتواجده في كل محافظات العراق وإكمال كل الخطط الأمنية بإنجاح العملية الانتخابية. أيضا توجيه السيد القائد عام القوات المسلحة بالنسبة للأجهزة الأمنية وجه بأن يكون المقاتل والمنتسب أن يدلي بصوته بكل حرية وبكل شفافية كونه مواطن ضمن الدستور العراقي، ويمنع منعا باتا من القادة والآمرين أن يوجهون المقاتلين بانتخاب أو تلويح أو توجيه، هذا ممنوع ويحاسب عليه ضمن القانون. إلى كل حرية الاختيار كمواطن قبل أن يكون مقاتل أو منتسب في الأجهزة الأمنية. الأخوان حقيقة في كل الوزارات الأمنية وكل الأجهزة الاستخباراتية أكملوا كل الاستعدادات بتأمين العملية الانتخابية، والقطعات جاهزة، الخطط كاملة. واجبنا كقوات أمنية هو حماية المراكز الانتخابية وكذلك توفير الأجواء الآمنة للمواطن لإبداء بصوته. واجبنا يكون خارج المركز الانتخابي، ما نتدخل كقوات أمنية بعمل مركز انتخابي والمفوضية الخاصة بالانتخابات، توفير الأجواء الآمنة، حرية الحركة، تنقل المواطنين بكل شفافية، إدلائهم بأصواتهم بالانتخابات بكل شفافية وحرية. كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري عن أعداد المراكز الانتخابية التي ستقوم القطاعات الأمنية بحمايتها في الانتخابات، وأوضح ميري خلال مؤتمر صحفي بعض التوجيهات التي سترافق العملية الانتخابية، كمنع دخول الأجهزة النقالة للناخبين إلى المراكز الانتخابية بلا قطوعات أمنية أو حظر للتجوال. في الخطة الأمنية كانت هناك حسابات خاصة للإعلاميين ومراكز خاصة بالإعلاميين، سنعمل بشكل كبير على تسهيل حركتكم. في الاقتراع العام عندنا 8273 مركز اقتراع تم تأمين الحماية له، في الخاص عندنا 595، والنازحين والمهجرين 96، والسجون 6 مراكز، ومجمل المراكز ستكون 8960 كل مراكز الاقتراع في عموم المحافظات. كل الاستحضارات الأمنية انتهت، عندنا فقط بعض التوصيات اللي صدرت من اللجنة العليا للانتخابات، ويعني أرجو أن يؤكد فيها في موضوع الإعلام. التوصية الأولى راح يكون حظر حركة عجلات الحمل اللي أكثر من 5 طن داخل مراكز المدن، ومنع حركة الدراجات النارية والعربات بمختلف أنواعها وخاصة بالقرب من المراكز الانتخابية والأهداف الحيوية. هذا شو وقت راح يكون؟ راح يكون في الساعة 100، يعني الساعة 1 من يوم 18/12، يوم 18/12 يعني قبل يعني ليلا راح يكون المنع هذا، ولغاية الساعة 600 من يوم 19. أيضا منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير أو الأغراض المدنية الأخرى إلا بموافقة قيادة العمليات المشتركة، وسيتم التعامل معها عكس ذلك.
منع كافة التجمعات البشرية والتظاهرات بكامل أشكالها بدون استحصال الموافقات الأصولية اعتباراً من الساعة 600 يوم 14 وحتى نهاية الانتخابات. أيضاً دعوة المواطنين لعدم اصطحاب أجهزة الهواتف النقالة، حتى يكون واضح للجميع ما راح يسمح بدخول أي هاتف نقال لأي مواطن إلى داخل مراكز الاقتراع. أيضاً موضوع واضح للجميع، تمنع بشكل كامل حمل جميع أنواع الأسلحة حتى المجازة منها في يوم الاقتراع، حتى المجازة راح يتم منع حملها. أيضاً نأكد انسيابية عالية، لا يوجد أي قطوعات، لا يوجد أي حظر للتجوال، لا يوجد أي غلق للمنافذ البرية والبحرية والجوية في عموم البلاد، حركة حياة طبيعية وانسيابية كاملة.